مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء غائمة، وصلت درجة الحرارة في العاصمة عمان ل 20 درجة مئوية. هاي الليلة رح تكون الأجواء ضبابية، رح توصل درجات الحرارة في العاصمة عمان 12 درجة ونسبة الرطوبة 98%. غدا نهارا رح تستقر الأجواء وتكون باردة، رح تسجل خلال ساعة النهار 19، بالليل رح تنخفض ل 12 درجة. الجمعة والسبت رح ترتفع درجات الحرارة، رح تكون الأجواء معتدلة، رح تسجل خلال ساعات النهار 23، بالليل رح تنخفض ل 14 ورح تكون الأجواء باردة. وهلأ رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. البداية رح تكون من المناطق الشمالية، أجواء ضبابية هاي الليلة. إربد 16، غدا 24، جرش 15، غدا 24، عجلون 13 وغدا 22، المفرق 12، غدا 22، الزرقاء 14، أجواء باردة وضبابية وغدا 23 وأجواء خريفية. الصل 13، غدا 21، مطار ملك علياء 9 درجات، غدا 22، مادبة 12 درجة وغدا 21 درجة. أجواء ضبابية في الكرك 12، غدا 20، البحر الميت 21، غدا 29، الطفيلة 11 وغدا 18 وأجواء باردة. معان 10 درجات وغدا 21، مدينة العقبة هاي الليلة 20، غدا 28 وأجواء لطيفة. رويشد 12 درجة، أجواء باردة وماطرة وغدا 23. بالنسبة لملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة، نحذر من تشكل الضباب الليلة، طقس مستقر غدا نهارا وارتفاع درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي. هلأ رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم. نهاية نشرة الطقس، شكرا لمتابعتكم، عودة إليك ليلى. شكرا جود.